عم يشتري سكاكة للأطفال، وإن شاء الله عيد مبارك، وإن شاء الله يكون عيد ونصر على الأمة الإسلامية، ننتصر على داعش وعلى النظام النصيري. نتمنى الله منا وأوطاننا، والله يأمننا هالبلد وجميع بلاد المسلمين. الحمد لله من فضل الله، والأسعار مناسبة وأقل من مناسبة، والعالم يعني بأله يوم هذا فرحاني على كل حال، والله سبحانه وتعالى يسهل على العباد ويستر ويحمي هالناس كلها بجاسين الله. في إقبال الحمد لله يعني. الحمد لله الأجواء بالمنطقة هون كثير منيحة، العالم عم بتسوق ومثل عادي، وأسعار يعني مقبولة، في منها هيك في منها هيك الحمد لله، وماشي الحال يعني. أجواء كثير كويسة وآمنة الحمد لله، وما بها أي شيء الحمد لله رب العالمين. يعني لا بمنا يعني دمر، والحجر والسجر والبشر وكل شيء، وكل شيء موهم منه، لأنه ليش نحن عنا قضية عادلة وإن شاء الله مؤمنين فيها، وإن شاء الله للأخير يعني بروح هو وبتم البلد، البلد إنا والبلد لأهله. والله جايبين الأولاد ترى بدنا نفرحهم، بدنا نشتري لهم، بدنا كذا، ما لها بشتري قلبية لنلبسها، يعني الحمد لله رب العالمين بكل الأحوال. أيوه شوف يعني خاصة على العيد هذا، العالم ميت بالمرة، ما في إقبال على اللحمة، ما في. كل عيد نذبحنا ما شاء الله يعني 20 30 35 هلا ما في، عرفت شلون؟ يعني اليوم 3 ذبائح هذول مخلصين. هيو بشكل عام يعني الشعب ميت بالمرة، مو بس من اللحمة، من كل شيء، من الأسعار وارتفاع الدولار، هذا من الأسعار كلها، وخاصة هالدواعش والخوارج على البواب هون كمان حاسبين حساب لهالشيء هذا بصراحة يعني. هذا كل شيء يعني. الآن نعيش أجواء العيد وهي حزينة جدا، لفقدنا أهلنا، لفقدنا ذوينا أحبابنا، لفقدنا من نحب، ولكن مسرورين جدا لأن الله قد أنعم علينا في بلاد الشام وبجهادها والجهاد على أرضها. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سوريا بخير تحت الحمد لله رب العالمين، الشعب بخير ان شاء الله. الحمد لله ما بنقول الحمد لله رب العالمين. والله الحياه كويسه الحمد لله، يعني ولو كان في قصف ولو كان في شيء، يعني الحمد لله الاهالي والشعب هون ما لهم مهتمين بهيك شيء ابدا، متعودوا على هذا الشيء.